الخبر اول اللي عدى عن نور ساري يا حبايبو اعلنها عن تنزيلها الفيديو كليب مالتها الجديد، فنزل شويه ستوريات تقول بها انه صورت فيديو كليب جديد مالتها اللي راح ينزلنا بتاريخ 2/2 يعني بعد تقريبا اسبوعين، وبنفس الوقت اعلنت عن المفاجاه اللي هو السفره هي ابو فلا واصدقائها للمالديف يا حبايب، راح تسوي لهم هديه لانه سفرهم راح يكون شيء ناري يا حبايب. اكتبوا لي بالكومنتات قد متحمسين لهذا الشيء. ننتقل حاليا لياري يا حبايب، تنزل شويه ستوريات تقول بها انه يستوها قاعد الصبح وراح تروح لعمتها لان شويه مريضه، فالله يشفيها يا رب ان شاء الله ما بها الا الخير والعافيه. راح احطكم ستوريات تشوفوها. كيف الفئة بكير بربكم بتقولوا لي ترى ما فئت من مخي يعني، بس عمتي اللي هي أم لكوكي مرضانة كتير، فبدي ممكن لكم تدعوا لها بشفاء العاجل، وبس راح لعندها هلأ. فيعني كوكي فيقتني أنا، ما كان لازم فيه هلأ، كان لازم ضلني نايمة للساعة أقل شيء. ننتقل حاليا انس مروه يا حبايب وعيد ميلاده، فكل عام بخير اقبال مليون سنه يا رب، وصار عمره حاليا 30 سنه. لا تنسون يا حبايب اللي تعدوا بالكومنتات على عيد ميلاده. طبعا ما يحتاج اذكركم انه اليوم هبعد ميلادي يعني. ننتقل حاليا لقمر ماريا حبايب والبث الخطير اللي فتحته، بهذا البث كشفت به هواي اشياء يا حبايب. بالنسبه لاول شيء فسالوها انه هل انت شيعيه او سنيه؟ يا شو المذهب مالتها؟ خاصه بعد الاشاعات طلعت انه هي راحت لايران وتنزل على الامام الحسين، فهل هي شيعيه؟ فردت على هذا الموضوع يا حبايب انه هي لا شيعيه ولا سنيه، صراحه حلو الرد مالتها على مود ما تسوي طائفيه، عليكم راح تكون ستوريات تشوفوها. انت شيعيه لو سنيه؟ يا جماعه احنا كنا نفس الشيء، واني مسلمه. أنا لا سنية ولا شيعة، أنا مسلمة. هذا هاي الشاي ما كل شيء سنية وشيعة، أنا مسلمة. أوكي وين راح تلوني قه؟ بس مثلا شيء يا حبايب فسألوها انه منو اكثر شخص انت تحبيه محتوى باليوتيوب، فهي ردت على هذا الموضوع ما تحب اي حص سوى نارين بيوتي، راح احطكم الستوريات تشوفوها. منو اكثر يوتيوبر تحبيه؟ ما اتابع اي يوتيوبرز الصراحة، بس نارين بيوتي محتوى حلو، نارين بيوتي بس. أما بس مثال شيء يا حبايب فسألوها انه هل انت سويت عملية تجميل، فردت انه لا ما سويت، واضح انه من شكلها انه هي ما سويت اي عملية. ما سويتي عملية تجميل؟ لا يا معودين ساشتكم ما سويت، يعني مبين شكلي ترى ما مسويها. أما آخر شي سألوها عن نور ماريا حبايب، ولكن بشكل صادم لما سألتها البنية التركية هي مردت على هذا الموضوع نوعا ما تجاهلت الموضوع، وواضح حق مشاكل اللي صايرة بيناتهم. راح اعطيكم اياها. يا رامار نور مار أركض الشارع. فكتوا لحبا بالكومنتات شاركوا بحركة قمر الطاي، بالإضافة نزلت هذا الستوري كانت تبكي بيه حسب طلب أحد الأشخاص إنه يريد يشوف فيديو، بالإضافة نزلت هذا الستوري يا حبايب تقول بي عن كراش مالتها أو الشخص اللي هي معجبة بيه، وقالت إنه شخص أكثر شخص معجبة بيه هو أراس اللي أتوقع من مسلسل الحفرة يعني. فكتوا بالكومنتات شو رأيكم بأشخاص معجبة بيهم قمر. ننتقل حاليا أميرة الحسين يا حبايب تنزل شوية ستوريات تيلا من خلالها لأنه راح تصور ويا هذا الولد اللي هو غير الولد اللي نزلت وياه بآخر مقطع، يعني صار ولدين حاليا. فكتوا بالكومنتات شو قاعد متحمسين المقطع أميرة. بوصل حبايبنا وصلت المقطع، فجروا خبلاكات وبس، كانكم فزين مقاطع من القصص. احبكم ومع السلامه.